بقى معايا كابتن احمد سليمان المشرف العام على الكوره وما سالوش بقى خلاص الحمد لله اللي فات طبعا الف مبروك وبنقفل الصفحه. انت عارف نادي الزمالك ما عندوش وقت وعنده دوري على طول واحنا طماعين ابو كباتن وملف التجديد عندنا عواد عن طبعا عايزين نطمن على محمد صبحي زيزو احد نجوم الفريق. فملف التجديد يا كابتن بتدرسوه ازاي او هتتعاملوا معاه ازاي الفتره اللي جايه؟ طبعا الملف ده مسند رقم واحد، يعني ده في الخارجي دايما لما بتفاوض ازاي حد من المجلس، لكن ده بالذات الملف ده احتراما للعيبه اللي هي موجوده في النادي وتحملت الصعاب. يعني التفاوض بيبقى اكبر مع كابتن تل ابيب مباشره، يعني الاهميه عبد الواحد السيد طبعا ليه دور كبير مع هذه التجديدات واللعيبه، وحسين السيد ان شاء الله يعني في خطه موجوده جدا كده ان احنا الفتره اللي جايه هنخلص كل الحاجات دي. بس كان عندنا البطولتين اللي هو كاس مصر والبطولة الثانية كان شيء مهم جدا بالنسبة لنا. يعني إن شاء الله في أخبار كويسة هتسمعها قريب. لا إن شاء الله أطمن بإذن الله، كل حاجة معمولة بإذن الله. 100 100 كابتن، عاجبني والله راهي التصريحات الهادية الموزونة المتخطط لها الروح الجماعية. أنا بأكد يا كابتن على فكرة الروح الجماعية دي والتيم وورك وإنكار الذات، الحقيقة أنا يعني أعتقد جمهور الزمالك بيحس بده، ويمكن ده من الأسباب الرئيسية اللي خلى جمهور الزمالك بيلتف حواليك وبيلتف حوالين الفريق ودايما في الوقت الصعب بتلاقوه موجود. والله يا كابتن محمد ابو لعمه من اللحظات الفارقه يعني، ويعني اسعدتنا احنا شخصيا. ما تعرفش كده بعد بعد تسليم الكاس ونزلنا مجلس الاداره، بقول لي مجلس الاداره تعالى نحيي الجمهور، فحتى في تردد ايه اللي كده. يا نهار ابيض يا كابتن محمد على الاستقبال لينا كمجلس اداره، يعني حاجه يعني تشعل لها البدن، يعني يعني الناس بتشكرنا بطريقه وبتشجعنا وبتدينا باور. فعلا اللفه اللي احنا لفيناها في الاستاد ديت وعشنا فرحة الناس طلبت مننا مجهود أكبر وجهد أكبر لرفع نادي الزمالك، وحملتنا مسؤولية كبيرة جدا تكون في أعلى المنصات التتويج وفي أحسن الأماكن، وده الحاجة اللي بتخلينا من وقتنا. يعني النهارده لسه ما عندناش يا دوبك يوم من النهارده في مجلس الإدارة كلنا بلا استثناء، كابتن تل أبيب، كابتن هشام نصر، حسام المندوه، هاني شكري، هاني بيرزي، عمرو أدهم بيعمل حاجات دلوقتي مهمة جدا، حسين السيد، محمد طارق، رامي، احمد خالد، نيره، كلنا موجودين على طول وبنشتغل في حاجات مهمه جدا للنادي، ولغايه دلوقتي لسه ماشيين ولسه خارصين من جايين على فرح الكابتن معتمد. الراجل اللي عمل معانا مجهود كبير جدا وكان ليه دور في البطوله دي، جينا النهارده نرد له الوفاء كمجلس اداره كلنا موجودين وبنبارك له على جواز بنته. وده فعلا احنا لعبتنا ونجومنا وهم دول الاساس والرصيد اللي احنا عايشين عليه. ما ينفعش نهين، احنا لازم لا نشاركهم في السراء والضراء ونفرح لفرحهم، ولو في اي مشكله نملينا في معاهم دايما وما بنسيبهمش. فالنهارده كمان مجلس الاداره حبا في معتمد جمال وفرح كلنا رحنا شاركنا هذا الموضوع عشان يكون لنا دور معاه، لان الراجل فعلا ساهم معانا في هذه البطوله. الله عليك، حاجه جميله يا كابتن احمد، حاجه جميله جدا جدا. حصل فتره عصيبه جدا والله، النهارده كنا موجودين معظم المجلس موجودين، يعني ده الحقيقه طبعا ربنا يقدرك ابو كباتن على التركه الصعبه وعلى المسؤوليه وحجم المسؤوليه الكبيره. طبعا بشكرك شكرا جزيلا طبعا النجم الكبير كابتن احمد سليمان المشرف العام على كره القدم وعضو مجلس اداره نادي الزمالك واحد الكوماندوز الموجودين في مجلس اداره نادي الزمالك اللي تحملوا المسؤوليه في ظروف صعبه جدا جدا جدا. كل الشكر ابو كباتن والف الف مبروك علينا كلنا كزملكاويه.